معنا الاطار سعيد وطني مدرب فريق جوهرة نجم العريش لكرة القدم النسوية السعيد حديثا الى الخصم الوطني الاول ثاني مباراة بالميدان في حقيقة تابعت اللقاء اللاعبات تقوم بمستوى كبير ولكن الحظ في اخر لحظة ما تيسعفش فريق جوهرة نجم العريش ممكن تقول لنا سي سعيد على هذه المقابلة والمقابلة اللي دازت لا في طنجة ولا المقابلة الأولى مرحبا سينيزار الممثل ديال اخبار المغربيه أه كنشكرك بعدا بحال دائما نزار على التتبع ديالك والحضور ديالك وحتى يعني تدوز للناس اللي اللي ما كيحضروش معنا يشوفوا المباشر ويشوفوا المستوى ويشوفوا الفريق ديالهم ديال مدينه العرائش بالنسبه للسؤال ديالك أه بالنسبه للمقابله الاولى والمقابله الثانيه وهذه المقابله الثالثه أه اللي بغيتي يعرف الجمهور الكريم والمتتبعين ديال فريق الجوهر الناس من العرائش ديالنا يعني كما بغات تكون النتيجه حنا ديالنا يعني خصهم يتقبلوها لاننا كنخدموا في واحد الظروف ظروف قاسيه وقاسيه جدا اللي أه يكون في العلم ديال الجمهور اننا بدون أه بدون دعم بدون أه اي حاجه بغيتي تسميها إحنا لاعبين كغيرة على هذه المدينة لأن عينا في الحقيقة عينا وكنتمنوا دائما كان... احنا كنتمنوا يشوفوا من حالة الفريق آه، الامل ديالنا ان الناس سادو ديالنا المسؤولين الجداد انهم يكونوا مع الفريق عندنا عندنا امل وحنا حنا حنا كنتقاتلوا مع هذا الفريق حتى الله التيسير بالنسبه للنتائج والمستوى اللي ظهر به الفريق في الحقيقه هو ماشي من السهل انك تعدل الفريق في ظرف شهرين مع العلم اننا حنا بدلنا تقريبا واحد ديال 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 الفريق بالنسبه للعام اللي فات وباش يكون الانسجام بالفريق يعني كياخذ كي وقت يعني على الاقل خصك واحد خمس شهور ست شهور إحنا الحمد لله بـ بـ العمل ديالنا والعمل ديال الطاقم اللي معنا حاولنا ان هذا الانسجام نقلصوا الفتره ديالو من مثلا ست شهور اننا الحمد لله كل شيء بشاهد الجامع أه ديال المقابله الشباب محمد اللي كان خصنا نفوزوا وب... عليهم بحصه كبيره وخسرنا لان ما كانش معنا الحظ أه بالنسبه للمقابله الثانيه مع اتحاد طنجه أه كلشي شيء تبع وجبنا النتيجه ديال ديال واحد جوج من مدينه طنجه بالمستوى كل شيء كيشهد بان كنا في المستوى ماشي زعما طلع معنا الحاضر ولا شي حاجه بالعكس باللعب بكل شيء يعني بجميع الامكانيات ديالنا كنا احسن من اتحاد طنجه هذه المقابله الثالثه مع مق... مع الفريق ديال سبورتين انا كنعرف سبورتين سبورتين كازا ديجا عندي معلومات اللي تفرجت فيهم شي شويه هذا ف... في التسجيله ف... ديالهم عارفوا بان فريق قوي منظم الامكانيات ما تحدثوش عليها لا 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 مجال لا مجال للمقارنه بيننا وبينهم الناس ماشي بعادين علينا بزاف أه... النتيجه ديال التعادل في الحقيقة نقول لك نقدر أه ما نصفتنا شي اليوم لأن الحكامة هذاك أه الرأي ديالها لأن الكورنر اللي جا منه الإصابة والخطأ ما كانش الكورنر ما كان ما صفرتنا شي الخطأ ديالنا مع العلم أنها هي صفرت شي أخطاء قال من هذيك الخطا ديال ديال ديال, ديال اللي, اللي تخشى اللي تمركى بالبيت بالحق ديال كره القدم ما نصحوش هذا التعادل اللي بالنسبه لي, لي انا راه راه فوز امام فريق منظم قوي بالامكانيات اللي عنده آه البنات ما عليا غير نقول لهم برافو برافو سواء كيما بغات تكون النتيجه انا نقول لك من دابا خاي نزار كيما بغات تكون النتيجه ديال فريق الفريق العام ما حدنا ما, ما عدناش الامكانيات ما عدناش البنيه التحتيه اللي نخدموا فيها ما شي المساعدات ما عندناش المكونات بانك ت تكون فريق آه صحيح غنقول لهم دائما برافو شنو ما عملوا سواء هزيمه تعادل غنقول لهم برافو كنفتخر بكم وكنفتخر بالاخوان اللي باقيين واقفين مع هذا الفريق وشكرا خي نزار. طموحات ديال الفريق العائش هذا الموسم آه واش هو الحفاظ على المكانه ديالو في القسم الاول او ما لا اللعب ادوار طالع في البطوله ان شاء الله في هذا الموسم واحتلال المراكز المتقدمه. كما قلت لا 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 بالنسبه نلعبوا لاعبين من, من, من اجل الفوز ببطوله هذا غيكون حلم <applause> حلم بالحق الحلم عنده 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 الظروف ديالو عنده اه الوقت ديالو عنده العمل ديالو اه ما غنجبدوش غير جيش ملكي لان كاينه فرق كبيره في, في المغرب اه امثال العيون بلد العيون امثال سيدي مومن امثال اه عين عتيق اه خريبكا فرق اللي لاعبين في البرومي ديفيزيون كاملين فرق عندها تاريخ وحنا باش نعملوا هذه النتائج قدام هذه الفرق بهذا المستوى اللي كيضروا به البنات انا قلت لك ما علينا الا نقول للفريق برافو وحنا كنلعبوا ماتش ماتش باش نكونوا صالحين مع مع المتتبعين ديالنا الساعي الوطني كيلعب ماتش ماتش يعني كنحاولوا نجمعوا بعد النقط ديالنا باش نضمنوا البقاء ديالنا ومن بعد ديك الساعه كنفكروا حنا الامل ديالنا ان نكونوا من, 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 مع الاوائل والكره هي هذه كتعمل والكامل على الله شكرا اخ سعيد شكرا زار وشكرا مره تانية إن, ان شاء الله شكرا